الذي أوردنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بأهلية كاملة لحسن الورود على حياض فضله، وأن يجلسنا على موائد إحسانه. أسأله سبحانه أن يصلي ويسلم على حبيبه سيد الوجود وعلى نبي الله هود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة والآل والتابعين لهم بإحسان من الركع السجود، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الأهلية الكاملة لتلقي سر ما أودع الحق تعالى في هذا الموطن وفي أهل هذا الموطن، وأن نخرج وإياكم بهمة متصلة بحضرة النبوة والرسالة في بلاغ سر النبوة وأداء حق الرسالة. وهذه الشؤون متعلقة بمعان قلبية وبهمم روحية وبأعمال صدقية في الاتباع لحبيب الله خير البرية في كل قضية، حتى نؤدي حق الأمانة على ما أراد الحق سبحانه وتعالى في هذا العالم لمن اختارهم للوراثة المحمدية. ومن الشؤون التي ينبغي للعبد أن يدركها في مثل هذه المواطن أن يدرك أن الدعوة الإلهية وأن الرسالة كما أن الحق سبحانه وتعالى اختار لها أهلها من أهل النبوة والرسالة بسر الاصطفاء، فإنه كذلك يصطفي من أتباعهم من شاء لحملها ولأدائها ولوراثتها ولإدراك سرها ومعناها وحمل نورها. فإذا أدركنا هذا المعنى عرفنا أن هذه المهمة الكبيرة التي أظن أن الذي دعاكم للحضور في هذا المسجد المبارك وفي هذه المواطن هذه الليلة الماضية وفي هذه الليلة والتي تليها من الليالي المباركة، إنما أحضركم داع من باعث الصدق والمحبة لله سبحانه وتعالى. وأحسب أن كل واحد منكم يبحث عن دوره أو يبحث عن نور يقبس في قلبه أو يريد أن يدخل في دائرة الدعاة الهداة الدالين على الله سبحانه وتعالى لما طمحت له قلوبكم مما شاهدتم من آثار نفع أجراه الحق سبحانه وتعالى بأيدي من اختارهم الحق تعالى من الرجال الذين قذف في قلوبكم حبهم وقذف في قلوبكم ولاءهم وقذف في قلوبكم الاتصال بهم والأخذ عنهم، وعلى رأسهم سيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه البواعث التي في قلوبنا وإياكم التي أحضرتنا هي بركات وهي مواهب وهي اصطفاءات من الحق سبحانه وتعالى، تستوجب أولا معرفة حقها وشكرها وأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى تجاهها. ثم إذا أدركنا هذا المعنى الأول سعينا وإياكم لأن نصدق في حمل الأمانة ثم في أدائها، ونعرف أن هذه المهمة عظيمة في أعلى أوج العلا في العظمة، لأنها مهمة المرسل الأعظم والمحبوب الأكبر عند الله سبحانه وتعالى في علا. فإذا أدركنا هذا وأيقنا هذا الأمر يقينا في قلوبنا عرفنا أن هذه المهمة لا منتهى لحقائقها، وأن لها ضوابط وأن لها آداب وأن لها شؤون كبيرة ينبغي للإنسان أن يدركها. ومما استفدنا في مثل هذه المجالس للتذكر والتذكير من شيخنا الحبيب عمر أن ذكر مرة أن الإفادة تكون من حيث الاستفادة، وهذا معنى من المعاني الكثيرة المتنوعة المتلونة في إدراك سر هذه الدعوة والبلاغ. الإفادة من حيث الاستفادة، فأنت من حيث ما تستفيد تفيد، والله تعالى لك يزيد.
فإذا أدركت هذا المعنى بصلة بالحق سبحانه وتعالى في مثل هذا المجلس، إذا كنت حاضرا وأنت تدرك أنك في أمس الحاجة، بل أنك في أحوج أهل المجمع هذا للفضل، وأنك أحوجهم للفهم، وأنك أحوج أهل هذا المجمع لإدراك معنى هذه الدعوة، إذا كان في قلبك هذا الداعي وهذا الباعث، كان هذا سبب قوي لأن تكون في أعلى مراتب الاستفادة، وكذلك تكون في الإفادة. ولذلك إذا ورأيت أهل الصدق ونظرت إليهم عندما يتكلم تلامذتهم يتأثرون بهم أكثر مما أكثر ربما مما يتأثر التلميذ عندما يأخذ منهم أو يأخذ عنهم، وذلك لأنهم أدركوا بعض هذه الحقائق وسر هذه الحقائق. ثم يخرج الإنسان ويدرك، كما سمعنا الشيخ عبد الفتاح قبل قليل يذكر المهمة الكبيرة للأمة المحمدية كلها، ويعرف الإنسان أنه إنما يمضي بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن الشؤون التي ينبغي أن يدركها الإنسان، وهي من الدروس التي تعلمناها وتعلمها الإخوان من خلال كثير من الخروج في الدعوة إلى الله إلى بعض المواطن، أن ليس هناك حاجز بين هذه الدعوة وبين القلوب، بل ينبغي للإنسان أن يدرك كما قال الإمام أحمد بن عمر بن صميط، قال إن الذي يقصر في دعوة الخلق إلى الله إما أن يكون سيء الظن في الله أو سيء الظن في خلق الله، فيقول هؤلاء الناس ما فيهم خير ليهتدوا، فهذا سيء ظن يسيء الظن فيهم وما يدريه، فلعل في كوامن أسرارهم اصطفاءات إلهية قديمة. واعتبر بالفاروق، واعتبر بالصحابة، واعتبر بابن الوليد، واعتبر بفلان وفلان على مر تاريخ البشرية كلها. ثم إذا نظرت إلى مسألة حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، فإنك ينبغي أن تحسن الظن في الله، وأن تعرف عظمة قدرته، وأنه يمكن أن يهدي كثير في لحظة واحدة، وهذا اختياره. وإن عليك إلا البلاغ فقد هدى الله سبحانه وتعالى على يد بعض أنبيائه 100,000 أو يزيدون في ساعة واحدة وفي يوم واحد، هذا تدبير العلي القدير سبحانه وتعالى في علاه. فينبغي لنا يا إخواننا عندما نأخذ هم الدعوة والرسالة أن لا نجعل بيننا وبين أثرها شيء من الحواجز الذهنية العقلية أو النفسية، وندرك عظمة المؤثر سبحانه وتعالى في علاه. إذا تكلم الواحد يعرف أن المؤثر هو الله، وأن الذي يجري الخير هو الله، وأن الذي يبعث سر القبول في القلوب هو الله، وأن الذي يهدي هو الله، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما هذه الآيات وشبيهاتها الكثير جاءتنا لتعلمنا قوة الاستناد إليه، والحمد لله. لو أن حق سبحانه وتعالى أعطانا فقط أن نتسبب وجعل الأمر إلينا أن نهدي لما اهتدى أحد من البشر أبدا، ولكن لما تولى الله هو بنفسه الهداية. إذا ذكر أحدنا كما قال الله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلما كانت السيطرة الإلهية جارية مع تذكير الصادقين الذين استقرت قلوبهم على هذا المعنى في يقين التأثير منه سبحانه وتعالى في علاه، كان لهذه القلوب هيمنة. كما قال بعض الأئمة الداعي الصادق مع الله سبحانه وتعالى إذا دعا ربما ابتدأه الناس بالاعتراض أو بشيء من النفور، لأن الناس لا يحبون الناصحين، لكن يتجلى الله عليه بالقهر فيقهر القلوب لتقبل نور الدعوة، وتأخذ نور هذه الدعوة لمن سبقت له سابقة الهداية من الأزل من الحق عز وجل سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقوي يقيننا في الله، وأن نأخذ هذه الدعوة بمعنى من هذا الجد والصدق، نعمل بالأسباب بكونها أسباب لا تعدو كونها أسباب، ونرجع باعتماد قوي على رب الأرباب سبحانه وتعالى في علاه.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤهلني وإياكم والحاضرين وإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها لحمل هذه الأمانة وهذه الرسالة، ويصطفينا في لها، ويجعل لنا في كل حركة من حركاتنا فيها صلة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تتصل أعمالنا بأعماله، وأقوالنا بأقواله، ونياتنا بنياته في كل أنفاسنا وأحوالنا ظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين. يقول صاحب الرسالة: كل الناس منذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الأنام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم.